اتفضلوا يا جماعه اتفضلوا. خير يا دكتور؟ قلقتنا. خير ان شاء الله. انا بس عايز اصارحكم بالحقيقه. تصارحنا بايه يا دكتور؟ للاسف كل محاولاتنا الدوائيه مع قلب عمر فشلت، والتضخم بيزيد يا جماعه ولازم نلحقه. والحل؟ الحل انا قلته لكم قبل كده، لازم يتزرع له قلب جديد. ايه؟ وباسرع وقت قبل ما المشكله تزيد وتخرج عن السيطره. وده هنلاقيه فين؟ في الحقيقه لازم حد يتبرع. في حد بيتبرع بقلبه يا دكتور؟ لا طبعا ما حدش بيتبرع بقلبه، بس بيبقى في ناس ضحايا حوادث بيكتبوا في وصيتهم ان بعد موتهم هم متبرعين باعضائهم. وده ممكن جوه مصر؟ هو ممكن، بس اصل الموضوع في مصر هنا جديد ولسه الناس ما تقبلتوش يعني. طب هنعمل ايه يا دكتور؟ انا رايي يا جماعه انكم تاخدوه بره، بس الموضوع ده هيتكلف كتير قوي. كام يعني؟ يعني حوالي 200,000 دولار، يعني مليون وشويه مصري. مليون؟ انا عارف انه كتير، بس احنا كل ما بنتاخر الحاله بتسوء والمصاريف بتزيد اكتر. نص مليون جنيه حتة واحدة؟ ده في خلال يومين بالكتير، لازم اتحرك بسرعة. انت عايز المبلغ ده كله ليه يا اشرف؟ عمر يا سعد محتاج نقل قلب جديد. لا حول ولا قوة الا بالله. قلب جديد؟ حبيبي يا عمر، والقلب الجديد ده هيتكلف المبلغ ده كله؟ ده نص المبلغ بس، في 600 تانيين ادفعهم على دفعات. لا اله الا الله. ارجوك يا مختار، اسحب لي المبلغ بسرعة وبعد كده ابقى اخصمه من الميراث. اصل ايه؟ هي فيها اصل؟ دي حاله حرجه، وبعدين انت الوحيد اللي معاك توكيل من بابا الله يرحمه. بس التوكيل يعتبر لاغي بسبب الوفاه، يعني لازم نستنى اعلام الوراثه. ايوه بس انت ليك حق التوقيع والصرف من حساب بابا، يعني ممكن بكره الصبح تروح البنك وتسحبهم لي. ما هو اصل ايه؟ ما تتكلم. انا ما كنتش عايز اتكلم، بس انتوا كده هتضطروني اني اقول لكم. تقول ايه يا مختار؟ انا مش فاهم حاجه. حسابات البنوك كلها فاضيه، والفيلا والمحل والمدبغه وحتى شهاده اسكندريه مرهونين للبنك. قديم؟ انا اصلي كنت بعدي قريب من هنا وقلت اطمن عليكي. مش هتدخليني دلوقتي؟ انت عارف الساعة كام؟ اتفضل. مالك كده؟ شكلك كده زي ما تكوني مش مرحبة بوجودي. لا 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 ابدا، بس اصلي مش متعودة ان حد يزورني في وقت زي ده. لا انا النهاردة بقى اتعودي، لاني هزورك دايما طول الوقت. اشمعنى؟ عشان وحدانية ومحتاجة راجل يقف جنبك. بس كده؟ لا، وكمان عشان خاطر جوزك الله يرحمه اللي كلت معاه عيش وملح. انت عايز تقنعني انك جايلي النهاردة في سبيل الله؟ وليه لا؟ مش الناس لبعضيها برضو؟ لبعضيهم اه، بس مش في نصاص الليل. ده اهم وقت، هي المصايب بتحصل غير في نصاص الليالي. انت الشارب؟ اه كاسين كده لزوم الفرفشه. انا معايا الازازه في العربيه، انزل اجيبها. انت تنزل دلوقتي حالا لان مراتك مستنياك في البيت. طيب عموما انا عملت اللي عليا وسالت عليكي وهسال عليكي تاني، بس يا ريت ما تجيبي سيرة الحنان ان انا جيت. ليه؟ هو احنا بنعمل حاجة غلط؟ لا غلط، فين الغلط؟ بس اصل هي غيارة شوية، عارفة لو ما لقيتش واحدة تغير منها بتغير من نفسها. ما تخافش مش هقول لها، بس علشان ما اعملش مشاكل بينكم. والله عاقلة، وعلى فكرة دي اضافة جديدة للحاجات اللي عجباني فيكي. تصبح على خير. طيب انتي من اهله. يخرب بيتك، ده انت طلعت مصيبة. معقولة الكلام ده؟ مش قادر اصدق.
انا حاسس ان انا في كابوس ومش عارف اصحى منه. هديكوا شفتوا بعينيكوا كل المستندات اللي بتاكد ان بابا بنفسه هو اللي سحب كل الفلوس ورهن كل الاصول البنك. وبابا يعمل كده ليه بقى؟ ما هو كمان مش معقوله بابا يقعد يتباهى طول عمره ازاي قدر يعمل ثروته دي ويجي يضيعها قبل ما يموت. انا قلت انه ضيعها؟ امال كلامك ده معناه ايه؟ بابا الله يرحمه قبل ما يموت جمع كل ثروته علشان يدخل في صفقه. صفقه ايه بقى ان شاء الله؟ خبطه العمر. مكسبها بقى من 6 مليون كحكانين، لا بحر من الملايين. ايوه يعني مكسبها كام يعني؟ 100 مليون جنيه. 100 مليون؟ لا ما ترمشنيش معاك، انا مش وقت تهريج يا مختار. والله ما بهرج، 100 مليون جنيه بالتمام والكمال. معقوله؟ اه، عشان تعرفوا بقى ابونا كان بيحبنا قد ايه. ها؟ رفض يسيبنا شحاتين وجمع تحويشه عمره ورهن حاله ومحتاله علشان يهدينا بثروه العمر بالصفقه دي. صفقه ايه دي؟ صفقه ادويه. ادويه؟ اه. طب وهو بابا ماله ومال الادويه؟ الله يرحمه يعني كان بيشتغل في الجلود. سبحان الله، ابوكوا تاجر شاطر، والتاجر الشاطر يشتغل في اي حاجه تجيب فلوس. مختار، الادويه دي هتيجي امتى؟ المفروض توصل اخر الشهر، واول ما نستلمها ونسلمها ناخد فلوسنا. لسه اخر الشهر؟ هنسلمها لمين؟ معرفش. يعني ايه ما تعرفش؟ انت مش كنت شغال مع بابا الله يرحمه وكنت دراعه اليمين كمان؟ مظبوط، انما الصفقه دي بالذات يا اخي من الصفقات القليله اللي معرفش عنها حاجه. هو من حظنا المهبه. واحنا بقى لسه هنستنى لما الادويه تيجي من بره ونقعد نوزعها على الاجزخانات؟ لا، في واحد اسمه الاستاذ نديم هو اللي معاه سكه التوزيع ومعاه تفاصيل العمليه، وانا بتابع معاه اول باول. مين نديم ده يا مختار؟ ده واحد صديق بابا، انما كان بيثق فيه جدا. يعني كان بيثق فيه اكتر منك؟ الصفقه دي حصل. ده ايه الحظ المنيل ده؟ منيل ليه اللي هينيله؟ انا قعدت معاه واتصاحبنا على الاخر. انت قعدت معاه لوحدك ليه يا مختار؟ مش كنت تقعدنا معاه؟ ما كنتش عايز ادوشكم، انا كانت نيتي ان اخلص الصفقه لوحدي واجيب لكل واحد فيكم نصيبه وهو جوه بيته معزز مكرم. انما طالما عرفتوا بقى يبقى من حقكم تتعرفوا عليه. اه، ده مالكم انتوا كمان مش مالي انا لوحدي. يعني نديم ده لو قعدتنا معاه ممكن يتصرف لنا في عربون نمشي بيه حالنا؟ والله لي لا، نساله. طب احنا ممكن نقعد معاه امتى؟ احدد معاه ميعاد وابلغكم. ارجوك يا مختار في اسرع وقت. الف حمد لله على سلامتك يا ام. يسلمك يا حبيبتي. عملت كده يا ماما؟ كده احسن يا بنتي. هدفع فيها 55. 55 ايه بس؟ ما تقول كلمة حلوة. امال ده انا جايبها ب 90 يا باشا. ما انت عارف بتوبها دلوقتي. طب بص، مفيش الظروف كده. امال نقول كلمه حلوه. انا اول يد والعربيه الجديده عامله 8000 يا باشا. حضرتك عارف العربيه الجديده اول ما بيتعلق لها نمر بتنزل 10000 جنيه، تمشي بيها 10 15000 تنزل 10 تانيين، حكه كده بقى خبطه كده تنزل 10000 30. ايه يا عم انت كده عايز تدفع لك فلوس عشان تشتريه؟ طب اقول لك على حاجه، ايه رايك تعتبر ثمن العربيه مقدم العربيه الجديده؟ جديده ايه بس؟ صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. بص انا هاخد 65. امر لله، بس ده عشانك انت بس. ربنا يبارك لك فيها. فلوسك حاضره على ما تشرب القهوه تكون حاضره. مالك يا سعد؟ وبعدين ليه سايب دقنك طويله قوي كده؟ انا عمري ما شفتك بالمنظر ده. تعبان قوي يا صفية، ظروفي ملخبطة اليومين دول. طب ما تحكي لي. احنا مش اصحاب ولا ايه؟ طبعا اصحاب، بس يعني زي ما تقولي كده وفاة بابا وتعب ماما ودخولها المستشفى خليني مش مظبط شوية. ليك حق طبعا انك انت تزعل عشان انت انسان وجواك احاسيس ومشاعر،
بس اكيد مالكش حق انك تزعل لدرجه انك تدمر نفسك. ادمر نفسي؟ ما هو طبعا لما تنزل من بيتك وانت مش حالق دقنك اكيد تكون بتدمر نفسك، لان لما تروح الشغل وتبص في المرايه وتلاقي نفسك زي القمر وتبقى حابب نفسك وانت بتبص على نفسك في المرايه اكيد هتنجز اكتر وهتنجح. وبعدين مش ده كلامك ولا ايه؟ صح كلامي، بس يعني ايام ما كنت حالق بقى ومروق كده. تعرف ايه احلى حاجه بتعجبني فيك؟ ايه بقى؟ عقلك دايما مصحصح كده ومركز وعارف انت عايز ايه. بليز يا سعد ما تخليش احلى حاجه تروح منك في ظل الظروف الصعبه اللي انت فيها دي. سعد يا سعد. يا سلام، انتوا قافلين الباب عليك وقاعدين تحبوا لي في بعض. انتي بتخرفي تقولي ايه؟ بقول اللي شفته يا حبيبتي. انتي ايه اللي جابك هنا؟ جيت علشان اشوفك مع حبيبتي القلب. سعد عن اذنك. استني يا اختي، ده انا حتى جايه وماشيه على طول. على فكره ما يصحش اللي انتي بتعمليه ده، لان ده مكان شغل. هو مكان الشغل بيزنقوا بعضهم فيه ويقعدوا يتودودوا ويعالم اللي بيحصل تاني. لا ده انتي زودتيها قوي. تضربني يا سعد؟ حياة أمي ما أنت شايف وشي تاني. أوعى يا أخويا تروح. لا وصل ب 25,000 جنيه. شكرا. العفو. يا دكتور ممكن نفتح نشوفه؟ هو ممكن بس مش كتير، 5 دقايق بس، ويا ريت ما تنسوش الأوفر شوز. طمن يا عمر، طمن يا حبيبي، ربنا معانا ومش هيسيبنا ان شاء الله. بس اجمد انت لحد ما ادبر الامور. يا رب يا رب. على فكره ما ينفعش كده، لو سمحت اتفضلوا بره. أرجوك خليكي جنبي، عمر هيخف ويبقى كويس، بس ما تسيبنيش لوحدي أرجوك. ها؟ عشان خاطري. ممكن؟ مش قادرة. أرجوك. يا سلام يا سلام، أدي الفناجين ولا بلاش؟ خير يا نواشي؟ خير؟ إلا خير يا ستي خير، خير كتير قوي جايلك في الطريق، فنجانك منور وزي الفل. يسمع من بقك ربنا يا بنت. يا ساتر. اهلا 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 يا اخويا. اهلا يا روحي، نورت بيتك ومطرحك. اعملي فنجان قهوه وحضريه الشيشه بالتنواشي. من عينيا يا اخويا. حاضر. مالك يا اخويا داخل حامي على الشيشه على طول كده ليه؟ مش تتغدى الاول؟ بعدين بعدين يا سماح. في موضوع عايز اقعد افكر فيه على رواقه. موضوع ايه بس؟ اخواتي عرفوا بموضوع الصفقه. ومين اللي قال له؟ انا. انت مش قلت هتخبي عليهم؟ اشرف اخويا ابن عمر تعبان جدا، فطلب مني مبلغ علشان يعالجه، والمبلغ ده فوق احتمالي، فاضطريت اصارحهم بالحقيقه. والله احسن، على الاقل يساعدوك ويقفوا جنبك بدل ما انت شايل الليله كلها لوحدك. يا ريتني فضلت شايلها لوحدي وخلصنا وعدت على خير. هتعدي على شر ليه؟ كفالة الشر. اشرف اخويا بقى هيعيش لي الدور اول ما يعرف انها بضاعه متهربه، ويقعد بقى يغلس ويرزل ويوقفها لنا. انت مش بتقول ان ابنه عيان ومحتاج الفلوس؟ ده اكتر واحد محتاج الفلوس فينا. هيوافق؟ هيوافق وهو اللي هيجري فيها ويخلصها لكم وانتوا قاعدين. تفتكر يا سماح؟ طبعا، ده انا غالي يا سي مختار. اذا كان كده ماشي. يا بنتي يا حبيبتي ردي عليه ربنا يهديك. لا يمكن يا ماما، ده ضربني. وايه يعني لما يضربك؟ مش هيبقى جوزك يا رشا؟ ده الراجل ما يبقاش راجل الا لما يضرب مراته. ما انت اهو بابا ما بيضربكيش. يا ما ضربني زمان، ده كان يديني العلقه من دول يزرق لي جتتي ايام بقى ما كان بصحته. يا سلام، وانا بقى كنت فين؟ كنت موجوده بس كنت صغيره ما توعيش. الا قولي لي يا ماما، هو بابا صحته راحت من زمان؟ من زمان قوي. سيبيني بقى
انا صبره وساكته برضه يا ماما. انا ما اقبلش ان جوزي يضربني، يخاصمني، يزعق لي، انما يضربني لا. انا ليه عملت معاها كده؟ هي اللي استفزتني، بس انا عمري ما كنت كده. كل ده عشان بتغير عليا؟ ده انا غبي قوي. لحد امتى هتفضلي تايهه في الحبوب دي؟ لحد امتى؟ اجابه سؤالك مش عندي. انا حتى ما بحاولش افكر. هو ده اللي بينا؟ هو ده اللي احنا اتفقنا عليه؟ كل اللي بينا يروح في لحظه كده؟ كل حاجه ممكن تروح، بس احنا اللي مش حاسين. هتروح لو احنا عايزينها تروح، انما لو اتمسكنا بيها اكيد ربنا هيحافظ لنا عليها. مش قادرة، مش قادرة. تبقي انانية وما بتحبيش الا نفسك. انا لما تهربي وترفضي تواجهي معايا المشكلة وتسيبيني لوحدي تبقي مش انانية وبس، تبقي خاينة. خاينة؟ ايوه يا هدى، خنتي العهود اللي بينا. احنا اتفقنا ان احنا نكون على الحلوة والمرة، خيبتي ظني فيكي ليه؟ اسفة يا اشرف. أرجوك يا هدى بطلي تاخدي الحبوب دي، أرجوك. أنت لازم تتعالجي، افهمي، لو اتعالجتي أرجوك. اطمن يا مختار، المشتري جاهز، أول ما الشحنة توصل هيورد الفلوس. الله يطمنك يا أستاذ نديم، يا رب استرها معانا يا رب. طالما نعمة في الموضوع يبقى هتقضى إن شاء الله. أنا طبعًا في الموضوع، بس إشمعنى أنا؟ أصل وشك حلو، بتفائل بيكي. تتفائل بدي؟ دي بومة، دي وشها يقطع الخميرة من البيت. ايه اللي انت بتقوله ده يا مختار؟ يا راجل، ابويا عاش 70 سنة ولد، اتجوز دي شهرين اتنين راح فيها، وامي دخلت المستشفى بسببها. وانا كنت هعرف منين ان المحامي بتاعك هيروح يقول لامه؟ وانت تروحي للمحامي ليه من اصله؟ انا مش ماضي لك وصولات. وانت يضايقك في ايه؟ بثبت حقي. حقي قلت لك هديهولك بيني وبينك. ايه لازمه بقى انك تروحي للمحامي وتمسكي الميكروفون؟ خلاص بقى يا مختار. المهم الحاجة عاملة ايه دلوقتي؟ خرجت من المستشفى يا استاذ نديم، بس لسه تعبانة، وكله بسبب البومة اللي جنبك دي. نهار اسود عليا، جرى ايه يا مختار؟ انت بتستغل انك في بيتي ومش هرد عليك؟ مش كده بقى يا جماعة، ما تستهدوا بالله. بيتك؟ بيتك ده ايه؟ بيتك ده ابويا اللي جابولك بفلوسه، ولا نسيت يا نعمة هو جابك منين؟ عيب كده يا مختار، الله، ده دوقاه، ودي مهما كان برضه أرملة الحاج الله يرحمه. على عيني وراسي يا استاذ نديم، بس اصلها طماعه قوي. وماله يا اخويا؟ هو كان مين اداني من غير ما ياخد مني؟ ما خلاص بقى يا جماعه، الله. اقعد يا مختار، اقعد يا نعم، اقعد. اوف، اللهم طولك يا روح. ايه يا جماعه مالكوا فيه؟ ايه الله، ده انتوا شركه في خبطه العمر والمصالح بتتصالح. المهم قول لي، جهزت الاوراق؟ اخواتي خدوا خبر الموضوع وعايزين يقعدوا معاك ويتعرفوا عليك. الله، انت مش قلت هيعملوا لك توكيل وانت اللي هتتصدر؟ هيعملوا، بس خليهم يطمنوا اخي. ماشي يا مختار، على كل حال انا مسافر الصبح، لما ارجع نرتب قاعده علشان نلحق نظبط كل حاجه بسرعه. اذا كان كده ماشي. ولا انا عومه؟ خلاص بقى نعومتي، فكي كده وضحكي معايا. ده مصارين البطن بتتعارك. قول لها يا استاذ نديم سليم. على رايك، وان كان لك عند مختار حاجه قول له يا سيدي. شايف البومة وقلة أدبها؟ قص تاني؟ خلاص، أنا اللي بومة، استريحتي دلوقتي؟ ممكن بقى مختار نتكلم في الشغل؟ قول مكوة كانت عندك لسه من يومها؟ عقبال أملتك المعلم كان بيتجوز. مين يا هنية؟ طب امشي، امشي دلوقتي وبقى تعالى بعدين. طب خد المكوة الأول. هنية، خدي منه المكوة. اتفضلي يا ست، روحي انت.
مش معقول كده يا سعد، انت عمر شغلك ما كان ملخبط كده. معلش يا هاني بيه، اعذرني، اصل انا اليومين دول بمر بظروف صعبه جدا. لا 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 يا سعد، انا متعودش اشوفك ضعيف بالشكل ده، ده انت اكتر واحد موهوب عندي. ربنا يخليك، ان شاء الله ربنا هيعدلها والنفسيه تهدى شويه. لا شغلنا ما فيهوش نفسيه، في عقل وبس يا سعد، ركز، دي فلوس ناس يا ابني. حاضر يا هاني. صباح الخير استاني. صباح النور. شكرا. هتوحشيني قوي وانا مسافر، يا احلى نعمه ربنا ادهالي. نديم. الله، ده ايه الورد الحلو ده؟ ده بعتولي نديم جوز صاحبتي حنان. وجوز صاحبتك يبعت لك ورد ليه؟ والله يا ماما ما فيش بيني وبينه اي حاجه. ده جوز صاحبتك يا نعمه، اوعي تغدري بيها. خلاص انا هقطع رجله من هنا خالص. استني استني، مش هو ده الوسيط اللي في ايده عمليه الحج؟ هو. طب يا بنتي ده مهم قوي بالنسبه لنا، اوعي تخسريه، على الاقل لحد العمليه ما تتم. طب يا ماما انت عايزاني اعمل ايه دلوقتي؟ اوصل معاه ولا اقطع؟ بين البنين، عشمي لحد ما تتمكني. حاضر، هعمل ايه بس علشان خاطر العمليه. بقولك ايه يا سي مختار. يا عيون سي مختار. انا كنت عايزه يعني بكره اروح ازور ابويا في السجن. ايوه يا سماح، بس زيارة السجن دي محتاجة تصريح. ما انا معايا تصريح. معاك ايه؟ خرجت امتى عشان تجيبيها يا سماح؟ والخدمة الشريفة ما خرجت، البت نواشي كتر خيرها هي اللي ساعدتلي في الموضوع ده. نواشي؟ ماشي، وايه يعني اللي هفك يعني تزوري ابوك السعيد؟ والله بيقولوا تعبان قوي وحاجزينه في المستشفى، يعني بعد اذنك يعني انا عايزة ازوره واطمن عليه. اذا كان كده ماشي، ألف سلامة عليه، بس بشرط تاخدي البت نواشي معاكي. خدي عشان تجيبي لأبوكي حاجة كمان، وتروحوا بتاكس وتيجي بتاكس من اللي بيطلب بالتليفون، فاهمة يا سموحة؟ فاهمة يا أخويا، فاهمة يا سيد الناس، ربنا ما يرميك في ديها أبدا. الدكتورة عليا شاطرة جدا في تخصصها، وإن شاء الله هتساعدنا. لو في عندك مشوار لمدة ساعة تقدر تعمله، لحد ما إحنا نتكلم مع بعض شوية، ولا إيه مدام هدى؟ هجرب. طيب تمام حبيبتي، كده انا هسيبك وانا مطمن. اوكي، اول ما تخلصي كلميني. التجربه والخطا هم اساس حياتنا، وطول ما بنغلط ونتعلم يبقى مفيش مانع ابدا ان احنا نفضل نكرر المحاولات لحد ما ننجح. ولما ندوق طعم النجاح ونلمسه ونحسه، فجأة كل حاجة تروح من ايدينا، ازاي هنقدر نقف تاني ونكمل؟ زي ما وقفنا قبل كده، وطعم النجاح اللي دقناه هو اللي هيقوي عزيمتنا ويخلينا نرجع نقف تاني على رجلينا عشان ننجح. انا خايفة، خايفة قوي، كل حاجة بتروح مني، كل حاجة. يا مختار الوقت كده بيجري. وقلت لك الراجل مسافر، وأول ما يرجع هنقعد يا أشرف. طبعًا، أنت على قلبك مراوح ولا همك. عيب يا أشرف تقول كده، ده أنت أخويا، وعمر ده زي ابني تمام. ما لو كان زي ابنك كنت قعدت القعدة دي برضو. يا ابني مفيش في إيدي حاجة أعملها. كل اللي حلتنا 150 ألف جنيه أبوك الله يرحمه كان شايلهم على جنب نمشي بيهم أمورنا على ما الصفقة تتم. يعني في فلوس أهو. يا ابني دول اللي حلتنا، وبتاكل منهم أنت وأمك وإخواتك والعبد لله. العمل يا مختار. استغفر الله العظيم يا رب، انا ما خلصنيش اسيبك كده. يعني هتعمل ايه؟ في ايدك حاجه تعملها؟ هديك 70,000 من 150,000 تمشي بيهم نفسك على ما العمليه تتم، وربنا يستر بقى على امك واخواتك. 70,000 ايه يا مختار؟ ده انا لو خدت ال 150 كلهم مش هعملوا حاجه. اعمل لك ايه يا ابن والدي؟ والمصحف ما فيه في ايدي حاجه تاني. خلاص امري لله، ربنا كبير بقى،
اعذرني يا مختار لو كنت عصبت عليك شويه، حكم انا خلاص على اخري وهنفجر. يا اشرف اخويا ما تقولش كده، بعد شر عليك ان شاء الله اللي يكرهك، انا حاسس بيك. تعبت من كتر المشاكل والتحديات، لقيت ان الاستسلام هو اقرب حل. الاستسلام عمره ما كان حل. كتير فكرت في الانتحار بس ولا مرة عملتها. مالك يا اشرف باشا؟ شكلك محبوم قوي. ابني الوحيد عاوز عملية زرع قلب وهتتكلف 1,000,000 جنيه. لا حول ولا قوة الا بالله. عموما ما تحملش هم الفلوس. اوعى كده، ما انا هدخل له يعني هدخل له. مش هينفع. اوعى كده وتقليل الدم خالي من الانسانيه. قلت لك مش هينفع. اوعى بقى. الست دي عايز تدخل الاكل المسجون جوه حضرتك. ينوبك ثواب يا بيه، ده عيان عندكم محتاج لغاز. ممنوع يا ست، خد يا ابني الاكل بينا وفتشه. ده ايه؟ اوعى كده شركه فيه ممنوعات ولا حاجه؟ ممنوعات؟ لا وانت الصادق، ما انتوا بتصادروا الاكل بحجه الممنوعات عشان تطفحوه في كروشكو، انتوا والظابط شيخ المنصر اللي بيقاسمكوا فيه. انت مجنونه يا ست انتي، خرجها يا ابني بره. مجنونه؟ مجنونه عشان فاقفه حركاتكوا يا جعانين يا نار. انت مش عارفه تكلمي مين؟ هيكون مين يعني؟ سبت رايي باشا فلان. هو ده. وبعدين يا اشرف باشا، في ايه؟ هتتصرف ازاي في موضوع ابنك؟ والله مش عارف. انت دبرت كم من المبلغ؟ انا مليم. معقولة يا اشرف باشا؟ ما معكش 1,000,000 جنيه على بعض؟ منين يا سامي بيه؟ انا موظف حكومة. بس في مكان حساس يتقل بالذهب. انا راجل شريف وماليش في الكلام ده. طبعا طبعا، هو في حد قال غير كده؟ بس الحقيقة انا اتأثرت قوي بالموضوع ده، واسمح لي يعني بدون تكليف اني اسلفك المبلغ. سلفني ده ايه؟ ده 1,000,000 جنيه. وماله؟ بكرة الصبح يكون عندك. ومناسبة ايه بقى يا باشا ان شاء الله؟ من غير مناسبة يا سيدي، ده احنا دلوقتي بقينا عشرة، ثم ان انا اب برضو وعندي اولاد زيك. اسف ما اقدرش. وبعدين يا ريت بلاش نتكلم في الموضوع ده تاني. يا سيدي بقول لك سلف، وابقى ردهم لما تفرج. تفرج ده ايه؟ ده 1,000,000 جنيه. وماله؟ حد عارف رزقه فين ومع مين؟ صدق الله العظيم. مالك يا سعد؟ لا ما فيش. انا انتي اصلك وحشتيني فقلت اجي اطمن عليك. وانت حبيبي وحشتيني قوي. فيك الخير، تعال اقعد جنبي هنا. شكلك اليومين دول مش عاجبني ابدا يا سعد. تعبان قوي قوي، حاسس اني لوحدي. يا حبيبي كلنا جنبك، كلنا معاك، وربنا معانا كلنا حبيبي، ربنا معانا. بس يا حبيبي بس. مطرح ما يسري يمري. تعيش يا سموحتي، تسلم ايديكي. بالهنا والشفا يا اخويا. قول بقى شفت مين هناك؟ في السجن؟ يعني هتكوني شفت المحافظ؟ أكيد حد من معارف أبوكي. لا. أمال مين؟ حذر فزر. حذر فزر، وجو بقى رمضان ونيلي وشريهان. واحد تعرفه كويس وحبيبك قوي. حبيبي في السجن؟ أنا معرفش مساجين. لا مش مسجون. أمال بيهبب إيه هناك؟ رائد، ولو شنة ورنة هناك. رائد؟ أوعى تكوني قابلت أخويا أشرف. أيوه قابلته. يا نهار أسود. وعرف عنك حاجة واتكلمت معاه؟ لا اطمن يا اخويا، أنا شفته من بعيد والشويش هو اللي قال لي عليه. الحمد لله. أصل أشرف يا اخويا ده معقد، ولو عرف حاجة عن جوازتنا بقى هيغلس بقى ويعقد لنا الأمور قبل العملية ما تتم. والعملية دي لازم تتم. لازم. إيه يا حاج؟ عاوز أمشي. إيه مالك مالك؟ كابوس. اشربي ميه. مش عارفه ايه حكايه الكوابيس اللي بتجيلي اليومين دول. ده بس عشان اعصابك تعبانه شويه. انا تعبانه قوي يا اشرف، حتى النوم مش عارفه اتهنى عليه.
معلش يا حاج، ان شاء الله ربنا مش هيسمع. امضي هنا لو سمحت. بسم الله الرحمن الرحيم. تسلم ايديكي، وانت كمان يا مدام نوره لو سمحت امضي هنا. تمام كده. تمام يا استاذ مختار، ان شاء الله في خلال 24 ساعة التوكيل هيبقى جاهز. مش هوصيك يا مختار، المدبغة والمحل أمانة في رقبتك. أنت هتوصيني على أكل عيش يا حاجة؟ اطمني، دول في عينيا. طب يا أستاذ مختار، أستأذن أنا بقى، أحسن أنا اتأخرت على الشهر العقاري، وأنت عارف لولا غلاوتك عندي ما كنتش جيت وسبت المكتب. أنت الخير والبركة يا أستاذ أمين، وفي زيك راجل محترم وكلك ذمة. تعيش يا أمير. طيب استنى بقى أوصلك في سكتي. عايزة حاجة يا حاجة؟ عايزين سلامتك يا حبيبي. تموري بحاجة نورة؟ تسلم ربنا يخليك. يلا سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. سلام عليكم يا حاجة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا إله إلا الله يا مختار. سيدنا محمد رسول الله. سلام يا حبيبي. يعني عليك يا ابني، الحمل تقيل عليه قوي ومحدش بيساعده. مختار قدها وقدود يا ماما، وبعدين المدبغة والمحل مش جداد عليه، ده هو اللي كان شايل الشغل كله أيام بابا الله يرحمه. أيوه يا بنتي، بس أبوك الله يرحمه بقى كان بيعلمه وبيوجهه. طب ما احنا معاه، وبعدين مش عشان احنا عملنا له توكيل يبقى هنسيبه، لو احتاجنا في اي وقت هيلاقينا جنبه. يا ربي يا بنتي، يا ربي جعلنا دايما مجتمعين ما يفرقناش ابدا. قادر يا كريم. الحقيقه مختار، انا طلبت حضورك النهارده عشان امر مهم طرأ في الافق، وشايف ان كنت لازم تعرفوه. خير يا متر؟ خير. في الاول بس انا عايز اعتذر عن اللي حصل مع الحاجه والدتك. حقيقه انا اتخدعت، ما كنتش عارف والله ان هي مش عارفه. الحمد لله عدت على خير، الحمد لله. انما ايه موضوع الافق ده؟ خير؟ يعني حكايه غريبه تقلب. صحيح قلقتني يا متر. انا لما جيت احصر التركه لقيت الحاجه حساباته في البنوك فاضيه، ما فيهاش الا 150 الف جنيه، يعني كلام فاضي يعني، والاصول كلها مرهونه للبنك. انا عارف. عارف يا مختار، ما تقوليش. الله، وبعدين راحت فين ثروه الحاج وممتلكاته يا اخي؟ شوف يا متر، الحاج الله يرحمه